نحكي اليوم عن الوسائل التعليمية وأيضا استراتيجيات ممكن أنه ندمجها لتعليم تحقيق ممتع. شو أهم هاي الاستراتيجيات وكيف بتم تنظيمها من قبلكم كمدرسين؟ بداية هناك العديد من الاستراتيجيات في ظل صراع منافسة على الحداثة في التعليم وأحدث ما توصل إليه علماء وخبراء التربية في مجال التعليم. وسائل واستراتيجيات كثيرة يمكن تطبيقها بشكل منظم ومرتب، لا أفضلية لواحدة على الأخرى، إنما حسب طبيعة المنهاج وطبيعة المرحلة العمرية التي يقوم المعلم بتدريس طلابه فيها، يقوم المعلم باختيار أفضل الطرق والوسائل والاستراتيجيات والأساليب التي ينتهجها هذا المعلم حسب المعطيات اللي أمامه. فمثلا نجد كلما اقتربنا من مراحل الدنيا فتكون الوسيلة الحقيقية واستراتيجية التعلم بالألعاب التربوية واستراتيجيات المعلم الصغير واستراتيجيات تمثيل الأدوار والمحاكاة واستراتيجيات مثلا الكثير من النظام المجموعات التي تحل أزمة أعداد الطلبة المتزايدة داخل الغرفة الصفية الواحدة. هناك الكثير من الاستراتيجيات التي يمكن للمعلمين أيضا التطوير عليها بما يلائم طبيعة عملهم داخل الغرفة الصفية وأيضا حسب المعطيات التي أمامه. تمام. أيضا في العديد من الوسائل كمان أستاذي أسماء اللي تطلب من الطلاب عملها مثلا في البيت والعودة فيها ثاني يوم للمدرسة، لما يطلب من الطالب بأنه هو يعمل وسيلة، شو الأمور اللي ينظر لإلها بحيث أنه هاي الوسيلة ممكن تنظروا أنها بتكلف الأهل أو لا، ظروف الأهل المادية، هل كل الطلبة باستطاعتهم أنهم يعملوا هاي الوسيلة، كيف بتنظروا لهاي الأمور؟ غالبا في نظام تكليف الطلبة بالمهام مثل هذه الوسائل أو الأنشطة اللاصفية، بنسميها أنشطة لاصفية وأبحاث، يعني يقوم المتعلم بالبحث عن المعلومة. هناك استراتيجية تعرف بالصف المقلوب، يقوم المتعلم بعد أخذ معطيات معينة أو تعليمات معينة من المعلم بالبحث عن آلية أو كيفية يدخل رحلة من البحث من خلالها يعود إلى المعلم في اليوم التالي وهو يعي تماما ملخص لدرسه أو ملخص لتجربة معينة يقوم بها الطالب في البيت. أكيد الأمر مكلف ومرهق لبعض الأسر خصوصا في قطاع غزة، الوضع المادي قد لا يسمح لغالبية أولياء الأمور بتوفير كافة الأدوات والوسائل اللازمة لعمل مثلا تجارب علمية، لتطبيق وسائل من صنع يد الطالب، لتحويل مثلا المواد مثلا الكرتونية والبلاستيكية إلى مواد يمكن الاستفادة منها في طيب خلينا نعرف بس هاي النقطة بالتحديد، إنه لما بتكون هاي الوسيلة مرهقة بالنسبة للأهل كيف بتم التعامل؟ دكتور جودة برأيك لما بيجي الطالب مطلوب منه إنه يعمل هاي الوسيلة، بعض الأهل بمقدورهم إنهم يعملوا هاي الوسيلة وما عندهم مشكلة، وبعض الأهل اللي ما بيكون بمقدورهم، شو الوسيلة المثلى للتعامل مع هذا الموضوع؟ نعم، لا، هي يفترض الوسائل التعليمية إنها تكون هي وسائل إبداعية وهي من البيئة موجودة، حتى نقول عن الوسيلة إنه هذه يعني نحكم عنها عليها بأنه وسيلة رائعة، لازم تتصف بصفتين: الأولى إنها تكون بسيطة، واثنين إنها تكون تكلفتها قليلة وبالتالي وتحقق الهدف. إذا اتصفت الوسيلة بهذول الثلاث صفات، تكلفة قليلة وهي بسيطة من حيث طريقة الاستخدام وتؤدي إلى تحقيق الهدف، فهي وسيلة إبداعية. ما عدا ذلك بالتأكيد إلها آثار اقتصادية، والأهم من ذلك إلها آثار نفسية على الطالب. مزبوط. الطالب هذا اللي مش بمقدوره اقتصادياً إنه يجيب، لما يشوف المعلم أو المعلمة يثني على الطالب هذا اللي مقتدر الوسيلة، لما بيجيب هذه الوسائل التعليمية وبيمتحوا أمام زملائه،
أثرها على الطالب هذا أثر نفسي كبير جدا، صحيح. ويعني قد يكون لها تداعيات طويلة الأمد اللي تفضلت فيه فقط في مجال الوسائل التعليمية للمواد، لكن لو تيجي كمان لمواد التربية الفنية اللي بيطلبوا منهم مشاريع أحيانا، وكثير للأسف بيكونوا معلمي التربية الفنية مرات إنهم معلمي مواد أخرى هم غير متخصصين، فمشان يخرج من الحرج بطالب من كل طالب أو طالبة إنه يحضر شيء معاه من البيت جاهز، فبيروحوا بعض الناس المقتدرين لعند ناس مصممي ديكور أو رسامين أو كذا صحيح. وبيحضروا، والبعض الآخر اللي لا يمتلك بيحاول يعمل شيء بقدراته الذاتية. طيب خلينا نرجع للأستاذة فبصلاً أسماء، بس إنه يعني كيف ينظر لهي النقطة، وشو ردك على دكتور جودة أستاذة أسماء بإنه لازم يكون في اهتمام بالجانب الإبداعي بدون أي تكلفة؟ هو طبيعة عمل المعلمين داخل الغرف الصفية إطلاقا ما بنتعامل مع الطلبة بأسلوب التكليف بهذا الشكل يعني المرهق، نحن نعي ظروف طلابنا، لذلك نقوم بتوفير الأدوات والوسائل قدر المستطاع، وأنا شخصيا بتعامل مع طلابي بهذا الأسلوب، نقوم بتوفير الوسائل والأدوات والقصص القصيرة باللغة الإنجليزية، وأحضر اللابتوب الشخصي إلى المدرسة في كل لقاء، والكثير من المواد الخام يتم توفيرها للطلبة الوسيلة الحقيقية، يعني مثلا كان درس امبارح في المدرسة كلمات جديدة، نحن بحاجة إلى توفير شعر ناعم، شعر مجعد، نظارات، وهكذا يقوم المعلم بإحضار هذه الوسائل. لكن إن كان هناك رغبة لدى بعض الطلبة بإحضار بعض الوسائل لدرس الغد، يقوم المعلم بالتنويه لها على من يستطيع أو من يرغب بالمشاركة في نشاط الغد اللي هو عنوانه كذا وكذا، يقوم بعض الطلبة بإحضار هذه الوسائل، يتم مكافأتهم معنويا أمام زملائهم، ولا يعني بالضرورة إهمال باقي الطلبة، لأنه قد يكون، وهذا أكيد، إنه من تأثير الطلبة نفسي. المتميزين جدا موجودين داخل الغرفة الصفية هم صحيح، من غير المقتدرين على مظبوط. إحضار هذه الوسائل وتوفيرها من قبل أولياء الأمور. تمام. ما تعملي فإطلاق أستاذة أسماء ممكن لا ينطبق على جميع المعلمين، إنهم بيحاولوا بقدر الإمكان إنه يجيبوا هم الوسائل، لأنه في أهل بيشكوا بإنه فعلا في وسائل مرهقة، ومثل ما تفضل دكتور جودات أيضا في وسائل تطلب لبعض المواد، مثلا المواد مادة الفن مثلا، إنه هي فعلا بتكون مرهقة. دكتور جودات، في حال وصل الطالب لعند أهله بده هاي الوسيلة كمان، يعني إنه الأمور اللي بالإمكان إقناع الطالب فيها لحتى ما يتأثر نفسيا لأنه أهله غير مقتدرين، شو النصيحة المقدمة للأهل؟ النصيحة الأولى أنه يجب على أولياء الأمور إيصال هذه الرسائل إلى المدرسة، إلى إدارة المدرسة وإلى المعلمين. أنا كثير من الآباء أجوا يعني حكوا معي بهذه اللي بتتفضلي فيها، بهذه المشكلة في موضوع مثلا الأشغال الفنية للرسم، فقلت لا، خلي ابنك يعمل بقدراته الذاتية، وإذا تم معاقبته وإعطائه تقدير منخفض راجع المدرسة وراجع المعلم. إذا هو تم تعليمه على الرسم وعلى الأشغال هذه ولم يعني يصل إلى المستوى اللي وصل إليه زملائه، الأستاذ معه حق، أما لما بيطلب منه يجيب هذه الوسائل وهو لم يتلقى التدريب، فمش لازم إنه إحنا نحط نكافئ الناس اللي راحوا أصلاً ما هم اشتغلوا، سواء اشتغلهم أولياء أمورهم بجوز يكون عندهم هذه الموهبة أو عبر مصممين أو رسامين أو إلى آخره، لا يجوز أن نثني على هؤلاء ونترك هذول الناس اللي اعتمدوا على مظبوط قدراتهم الذاتية. للأسف مظبوط نلقى حالنا أحياناً وبعض المعلمين بالتأكيد وجميعهم من دون أن يقصدوا هم مندرب أبنائنا بهذا الشكل على الكذب، وكيف إنه هو يروح يجيب هذه الوسيلة ويقول لك أنا اللي عملتها مشان يحصل على احنا الثناء بنتمنى ومشان فعلا يحصل في على انه العلم. يكون في نظر لهذا الموضوع، بحيث انه يتم الموضوع بحيث ما نأذي نفسية الطالب، وكمان نراعي ايضا ظروف الاهل الاقتصادية. بدي اتشكركم جزيل الشكر لكل هاي الايضاحات، الاستاذة اسماء مصطفى مدرس انضمت لنا من غزة، شكرا للدكتور جودة صيصان خبير تربوي ومدير مركز يوسمارت للتدريب، يعطيكم الف عافية.